انت وكريم هنداوي عمركم ما اتزاملتم في نفس النادي؟ في ناس بتقول ان انتوا ما ينفعش تكونوا مع بعض في نفس النادي في وقت واحد، هل الكلام ده صح ولا لا؟ مع ان انتوا الاثنين بتلعبوا مع بعض في منتخب مصر يعني عادي. لا، هو الناس ما تعرفوش ان انا وكريم اتزاملنا حوالي 7 سنين او 6 سنين في نادي الزمالك. انا وكريم انا طلعت من الناشئين 2009، وكريم كان واخد احسن حارس مرمى في العالم كاس عالم شباب، وجي نادي الزمالك قعدت معاه من 2009 ل 2013 غالبا. لا، قعدت مع كريم. بالعكس، هو الناس بتتكلم تقول لك ان محمد علي وكريم ما ينفعش يبقوا في نادي واحد. هو مش ما ينفعش ان في نادي واحد عشان علاقتهم وحشه او حاجه، بالعكس انا وكريم علاقتنا كويسه جدا، بس الموضوع كله ان في الهاندبول كل لعيب عايز يلعب، ده وكريم من نوعيات اللي هو بيحب يلعب وانا بحب العب، فبالعكس انا زملت كريم ومحدش يعرف ممكن السنين الجايه زمل كريم تاني. انت بدات في الزمالك ومنه للاهلي وبعدين الجزيره وبعدين رجعت الزمالك، لاي فريق فيهم انت بتنتمي تشجيعيا؟ انا بالنسبه لي طول عمري بلعب في نادي الزمالك من وانا عندي 7 سنين، بعد كده رحت نادي الجزيره، بعد كده النادي الاهلي اشتراني من نادي الجزيره، بعد كده يعني كان في مشاكل في النادي الاهلي في الفتره دي، بعد كده قررت ان انا امشي ومشيت رحت نادي الزمالك. فيعني انا من وانا صغير وانا في نادي الزمالك، وانتمائي يعتبر انتمائي ليه بنسبة كبيرة يعني، هو اللي ليه فضل عليا. بما انك زملكاوي يعني، هل شايف ان انت كنت اخدت قرار غلط لما انضميت للاهلي ولا كانت خطوة لابد منها؟ لا بالعكس، انا يعني انا زي ما بقول لك الموضوع كله ان انا ما رحت النادي الاهلي كانت في ظروف تانية، لان انا كان في ساعتها في مشاكل في نادي الزمالك اصلا في الاول خالص، ساعتها ما اللعيبة كلها سافرت واحترفت، لما كان في مشاكل لما كان رئيس النادي استاذ ممدوح عباس. فالموضوع كله ان انا كنت عايز افضل العب في الليفل اللي هو افريقيا والدوري، اتعودت ان انا من وانا صغري ان انا يعني طلعت في نادي الزمالك وانا صغير انا بنافس على كل حاجه، كان ساعتها النادي الاهلي هو اللي بينافس على كل حاجه، وانا في نادي الاهلي لما كنت موجود الصراحه يعني انا كنت بكن الناس كلها احترام. اللي حصل في الاواخر بس ان هو كان في يعني نفسيا مش ماشيين مع بعض وبس. في لعبه اليد تحديدا بنشوف فيها اللعيبه بتتنقل من الاهلي للزمالك والعكس اكتر من الالعاب الثانيه، فايه السبب في ده؟ تقريبا العكس، العلاقه اللي بين الفرقتين اصلا يعني اللعيبه عامه هنا واللعيبه هنا اصلا اصحاب، بتهيألي الموضوع ده بيفرق شويه، انك بتبقى فاكر ان انت رايح هتبقى مستريح وانك جاي من الاهلي للزمالك مستريح، الموضوع كله ان الجروب كله كويسين مع بعض يعني.